يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. والنهاردة طبعا جولتنا هيبقى فيها نقل مباشر لمباراة النادي الأهلي والمصرية للاتصالات. طبعا يعني هي جيم 2 في سلسلة طبعا البلاي أوفز أو البست أوف 5 اللي بتتلعب طبعا في ربع نهائي دوري سوبر السلة للمحترفين رجال. النهاردة طبعا المباراة هتقام يعني كمان خلال نصف ساعة تحديدا، طبعا هتكون على صالة الأمير عبد الله الفيصل. طبعا هتكون في تمام الساعة 9:30 زي ما أنا نوهت في البداية. طبعا إن شاء الله هتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة إن يعني سلسلة البلاي أوفز الحقيقة إن إحنا مكملين، طبعا أكيد هيبقى في جيم 3 وجيم 4، ولكن الحقيقة إن الفريق هياخد أجازة طبعا يعني عقب انتهاء مباراة اليوم. هيكون في أجازة بكرة وبعده، هيكون المباراتين اللي بعد كده هتكون إن شاء الله يوم الأربعاء ويوم الخميس. هتقام طبعا المباراتين المتبقيتين هتكون على طبعا صالة المركز الأولمبي، ودي طبعا الخاصة بطبعا فريق المصرية للاتصالات. الحقيقة يعني عايزين ننوه كمان ان كان في جيم 1 امبارح، هي كانت البداية مع سلسلة البلاي اوفز من ربع نهائي طبعا دوري السوبر. هي يعني ان النادي الاهلي قدر ان هو يسيطر على مجريات المباراة كاملة. الحقيقة ان هو قدر ان هو يفوز بنتيجة 106-62، اكيد طبعا فرق يعني كبير 44 بوينت. الحقيقة النادي الاهلي قدر ان هو يثبت نفسه امبارح، وده على الرغم ان كان في يعني بعض من القلق طبعا لجماهير النادي الاهلي اللي طبعا بيشجعوا اكيد فريق النادي الاهلي لكره السله، خاصه يعني ان ما فيش في صفوف الفريق محترف. الحقيقه يعني مايكل تومسون لسه لم ينضم للفريق، ولكن احتمال ان هو يكون موجود بشكل كبير او بنسبه كبيره جدا خلال طبعا جيم 3 وجيم 4 اللي زي ما انا قلت هتقام ان شاء الله يوم الاربعاء ويوم الخميس في نفس التوقيت في تمام الساعه 9:30 مساء، ولكن الحقيقه هتكون على صاله المركز الاولمبي طبعا يعني الخاص بفريق المصرية للاتصالات. ليه لعبنا أول مباراتين على أرض النادي الأهلي أو يعني يمكن على الملعب الخاص بالنادي الأهلي اللي هو طبعا يعني صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؟ لأن زي ما احنا عارفين احنا طبعا في الدور الترتيبي احنا كنا بنتصدر الترتيب أو موجودين في المركز الثاني. طبعا الحقيقة يعني إن عشان كده اتلعبت المباراتين أو أولى يعني جيم 1 وجيم 2 كانوا موجودين على صالة الأمير عبد الله الفيصل. زي ما احنا طبعا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشه طبعا جدول الترتيب الخاص طبعا بالدور الترتيبي وطبعا يعني البلاي اوفز اللي هتكون موجوده خلال الفتره المقبله. طبعا يعني زي ما احنا شايفين في المركز الاول نادي الاتحاد طبعا لعب 14 مباراه، فاز في 13 وخسر في مباراة واحدة فقط، ليه طبعا 1171 نقطة وعليه 892 نقطة والفارق 279 نقطة، وبيتصدر طبعا جدول الترتيب ب 27 نقطة. طبعا بنفس النقاط الأهلي أو يمكن هم متساويين في النقاط الاتحاد والأهلي. الأهلي طبعا لعب أيضا 14 مباراة، طبعا يعني فاز في 13 وخسر مباراة واحدة فقط زي ما احنا شايفين طبعا قدامنا على الشاشة، يمكن متساويين ولكن يعني الفرق النقاط أو ليه يعني 1133 نقطة وعليه 869 نقطة والفارق 264 نقطة. يأتي الزمالك طبعا في المركز الثالث، لعب أيضا 14 مباراة، والحقيقة يعني أغلب أو كل النوادي اللي موجودة معانا في ترتيب أو جدول الترتيب كلهم لعبوا 14 مباراة. فاز نادي الزمالك في 9 مباريات، خسر 5 مباريات، ليه 1081 نقطة وعليه 1044 نقطة، الفارق طبعا 37 نقطة، وموجود في المركز الثالث برصيد 23 نقطة. طبعا نادي الجزيرة لعب أيضا 14 مباراة، فاز طبعا في 7 مباريات، خسر في 7، وطبعا يعني يمكن ليه 1025 عليه 1018 والفارق 7 نقاط، وطبعا يعني موجود في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، سموحة برصيد 19 نقطة، طلائع الجيش في المركز السادس برصيد أو ب 19 نقطة، المصرية للاتصالات وطبعا هو يعني منافسنا النهاردة أو غريمنا النهاردة في أرض الملعب، موجود في جدول طبعا الترتيب في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وأخيرا في المركز الثامن مصر للتأمين موجود طبعا برصيد 15 نقطة.
عشان يكون طبعا معانا تفاصيل اكتر عن المباراه، التشكيل، الاصابات، يمكن كل الامور الخاصه طبعا بالمباراه اليوم، وهو جيم 2 طبعا ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات. هيكون معانا دلوقتي من ارض الملعب وتحديدا يعني من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا الزملاء الاعزاء محمد توفيق وروزان نصر. طبعا هيكون معانا دلوقتي يعني مجمل التفاصيل اكيد عن المباراه اليوم. اتفضل يا محمد. طبعا برحب بيك في استوديو الأبطال. مساء الخير يا مريم، تحياتي ليكي، برحب بيكي في كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وبالطبع برحب بالزميلة العزيزة روزان نصر، كل متابعينا، وسهرة رمضانية مجددا، وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال ومباراة الأهلي والمصرية للاتصالات. زي ما قلتي جيم 2 أو المباراة الثانية في سلسلة بيست أوف 5 من المرحلة، يعني زي ما بنقول خروج المغلوب أو البلاي أوف، دور الثمانية، الأهلي والمصرية للاتصالات. بالطبع زي ما قلت في مقدمتك، النادي الأهلي كان في المركز الثاني، فقابل مصرية للاتصالات صاحب المركز السابع. بإذن الله ربنا يوفقنا ونكسب هذه المباراة، يتبقى مباراة واحدة من المباراتين المقبلتين على أرض المصرية للاتصالات في المركز الأولمبي المعادي. إن شاء الله نكون موفقين في مباراة النهاردة وفي المباراة الثالثة، ما نحتاجش لآخر مباراتين، وإن شاء الله يكتب لنا الصعود للدور الثاني لمقابلة أحد الفريقين سواء الزمالك أو طلائع الجيش. عايز أقول لك إن الفريقين بالفعل نزلوا لأرضية الصالة بيقروا عمليات الإحماء، أجواء أكثر من رائعة، أجواء ودية جدا ما بين فريق النادي الأهلي والمصرية للاتصالات، يعني أجواء كلها أكثر من رائعة. إن شاء الله تكلل النهاردة بالفوز في المباراة الثانية، ويبقى نتيجة النادي الأهلي مباراتين مقابل لا شيء، وإن شاء الله في المباراة المقبلة كمان نفوز ونحصل بإذن الله على العلامة الكاملة ونصعد مباشرة للدور قبل النهائي. روزان، يمكن مباراة الأمس ما كانتش مذاعة، المباراة الأولى كانت هنا برضو على صالة الأمير عبد الله الفيصل، يعني كلمينا عنها بقى بالتفصيل أكتر، نحط المشاهدين معنا في الرأي. في البدايه برحب بيك زميلي محمد توفيق، بتشاركني طبعا التغطيه النهارده، برحب بيك يا مريم يعني، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم طبعا الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي في كل مكان. يعني خليني طبعا اقول انه النهارده احنا متواجدين في النادي الاهلي فرع الجزيره لنقل طبعا المواجهه الثانيه للنادي الاهلي امام المصريه للاتصالات في دور الثمانيه، بعد طبعا اكتساح، يعني خلينا نقول اكتساح نادي الاهلي يعني للمصريه للاتصالات بالامس بنتيجه 106-62، وده طبعا يعني مع غياب اكيد المحترف مايكل تومسون، وده اكيد بيخلينا نقول دايما انه النادي الاهلي بمن حضر، واكيد يعني النادي الاهلي لا يتوقف على لاعب يعني بعينه، ولكن دايما هو متالق بكل اللاعبين. يعني خلينا كمان اقول ان مباراه الامس كانت متميزه جدا وقويه جدا، وشهدت الحقيقه اكثر من تالق لاعب جوه المباراه، منهم عمرو زهران، احمد اسماعيل، عمر طارق، وسيف سمير. وخليني كمان اقول ان كان في يعني احتلال كبير من قبل النادي الاهلي على المستوى الدفاعي والهجومي. خلينا كمان يعني نعرف المشاهدين يا توفيق انه النادي الاهلي كده متفوق بنتيجه 1-0 على المصريه للاتصالات ضمن طبعا سلسله من 5 مباريات، وبيحتاج كل فريق فيها طبعا يعني الفوز في 3 مواجهات لضمان طبعا تاهله للنصف نهائي والفوز على الزمالك او طلائع الجيش. بالطبع روزان، يمكن الفرق الكبير في النتيجه يا مريم خلى الجهاز الفني بقياده طبعا مستر اوجست بوش امبارح يمكن دفع بعدد كبير جدا من اللاعبين، سواء اللي ما بيشاركوش بصفه مستمره او كمان اللاعبين صغار السن، يمكن شهد تالق عدد كبير جدا منهم طبعا على راسهم يعني حاتم، وكمان يعني مؤمن طارق خيري كان اداء اكثر من رائع، وكانوا من محرزين اللقاءات امبارح. كمان يمكن في لقطه مميزه جدا كانت قبل المباراه النهارده، يمكن مستر اوجست بوش كان موجود في النادي بدري جدا يا مريم، فراح واتفرج على تدريبات فرق الناشئين سواء تحت 16 سنه او 14 سنه، ده يدل على تكامل منظومه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون بيبني اجيال ثانيه لقدام تكون للنادي الاهلي وكمان للمنتخبات الوطنيه المختلفه. خلينا قبل ما اختم يا مريم طبعا احييكي واهنيكي على وجودك النهارده في الاستوديو، كلنا فخورين بيكي، كلنا داعمين ليكي، بنتمنى لك التوفيق، يمكن كمان فريق العمل كله هنا في الخارجي في الصاله بيتمنى لك كل التوفيق، وكلهم ان شاء الله داعمين ليكي، وباذن الله النهارده تكوني متالقه عادتك جدا وتكوني خير خلف الخير سلف، وان شاء الله تكوني موجوده معانا في قدم المواعيد باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه. الكلمه ليكي يا مريم، اتفضلي. بشكرك طبعا يا توفيق، بشكر زملائي الاعزاء طبعا محمد توفيق وروزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا من صاله الامير عبد الله الفيصل، بشكرك جدا طبعا على كلامك يا محمد، بشكر كل زملائي الاعزاء في الخارج. الحقيقه ان هم قوام رئيسي واساسي طبعا في اي منظومه او في اي يعني تغطيه بتكون موجوده على شاشه قناه النادي الاهلي. وخليني يمكن عايز اعلق على تفصيله بسيطه يمكن قالها طبعا اكيد زميلي العزيز محمد توفيق على فكره وجود مستر اوجستي بوش
طبعا متابعه الناشئين يمكن تحت 20 سنه تحت 17 سنه. الحقيقه ان احنا كنا بنتكلم مرارا وتكرارا خلال الفتره الماضيه على اعتماد مصر اوجوستي بوش يمكن على اكثر من 40% على الناشئين في الفريق طبعا موجودين وبيكونوا بيأدوا اداء عالي جدا وكبير جدا. وزي طبعا يعني ما روزان قالت الاهلي دايما بمن حضر، لان احنا اكيد ما يقلناش فكره عدم وجود محترف في صفوف الفريق زي ما احنا شفنا امبارح. يمكن المباراه خلصت 44 بوينت ومش عشان امام المصريه للاتصالات، ولكن يعني النادي الاهلي امام اي فريق كبير بيؤدي بنفس الاداء، وده اللي احنا شفناه خلال الفترات الماضيه. خلينا دلوقتي طبعا هنخرج لفاصل، وعلشان يعني يكون معانا تفاصيل اكتر تحليليا وعلى المستوى الفني ايضا لمباراه اليوم، واكيد برضو هنتطرق لمباراه الامس جيم 1 ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات واللي خلص بنتيجه 106-62، ولكن طبعا هينضم لنا كباتننا الكبار طبعا اكيد كابتن محمد سلعوي وكابتن طاهر رجب نجوم منتخب مصر واكيد طبعا نجوم النادي الاهلي هيكونوا معانا اكيد. وعايزه انوه اخيرا عن ان في مباراه هتقام النهارده برضو في يعني نفس توقيت النادي الاهلي والمصريه للاتصالات، وهي مباراه اليد طبعا في ربع نهائي كاس مصر هتكون ما بين النادي الاهلي وما بين نادي هليوبلس طبعا لكره اليد. اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله النهارده النادي الاهلي يقدر ان هو يرفع راسنا على سواء على مستوى طبعا يعني السله او اليد. فاصل وهنرجع لكم على طول. رجعنا لكم مرة تانية طبعا بعد الفاصل، لسه مستمرين في استوديو الأبطال، وطبعا أكيد يعني متبقي أقل من ربع ساعة على بدء مباراة النادي الأهلي والمصرية للاتصالات. وزي ما احنا قلنا في بداية الاستوديو الجيم طبعا جيم 2 في سلسلة البلاي أوفز أو بيست أوف 5، وطبعا يعني اللي أقيمت أولى مبارياتها امبارح، وده طبعا بيأتي في يعني ضمن منافسات طبعا يعني ربع نهائي دوري السوبر. طبعا يعني انضم لنا دلوقتي اثنين من كبار النجوم طبعا القامات الكبيره ورموز النادي الاهلي اللي انا الحقيقه بتشرف ان انا اكون معاهم النهارده لاول مره. هي طبعا يعني بينضم لنا اكيد او معانا في الاستوديو كابتن محمد سلعوي، كابتن طبعا نجم نجوم المنتخب المصري والنادي الاهلي وعضو طبعا لجنه انتقاء المواهب الحالي. برحب بحضرتك طبعا، كل سنه وحضرتك طيبه كابتن سلعوي. كل سنه وحضرتك طيبه وجميع جمهور النادي الاهلي بخير، و وجودنا مع مذيعة متميزة ده شرف برضه. ده شرف ليا طبعا. ويمكن ده كابتن سعوي طبعا يعني الاستوديو الاول في شهر رمضان المبارك، فاكيد كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن طاهر، يعني شرف ليا ان انا مع حضرتك النهارده نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وايضا طبعا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. منورنا ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ما احنا مشرفنا كمان ان احنا نكون معاك على هوا مع قناه الاهلي اللي تتميز بالتغطيه المحترفه باستمرار. طبعا كابتن سلعوي يمكن خلينا نبدا في البدايه قبل طبعا ما نتطرق لمباراه اليوم. امبارح مباراه هامه جدا او يعني يمكن نقطه الانطلاق او الستارت بوينت في سلسله بيست اوف 5. يمكن شفنا فارق كبير جدا في البوينتس 44 بوينت ما بين النادي الاهلي وما بين المصريه للاتصالات. شايف مباراه الامس ازاي؟ مباراه الامس احنا حضرناها انا والكابتن طاهر، كنا في الملعب امبارح بنتفرج على المباراه. مباراه كانت سهلة بالنسبة للأهلي أو شبه تقسيمة يعني. النادي الأهلي قدر يفرض أسلوب لعبه من بداية المباراة لنهايتها على فريق المصرية للاتصالات. فريق مصرية فريق محترم بيدربه ومساعد مدرب منتخب مصر، مدرب كفء جدا. لكن النادي الأهلي بيتميز بعناصر أعتقد أنها تأهله أن هو يوصل للفاينل إن شاء الله. كابتن طاهر يمكن مباراة الأمس خلصت بسهولة، كان النادي الأهلي مسيطر عليها ومسيطر على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية. النهاردة يمكن هي ليست مباراة جس نبض خلاص، يعني لعبوا مع بعض امبارح عرفوا طريقة اللعب. شايف النهاردة ممكن مستر أوجوستي بوش يبدأ إزاي في المباراة؟ أنا أعتقد إن هو عنده سياسة أو نقط بيركز عليها، وكانت بانت امبارح في الماتش رغم ان هو وان سايد جيم، فكان ساعده في ان هو يرمي عدد من الناشئين لفترات طويله يعني، وناشئين ايه تحت 18 سنه وتقريبا لعبوا 3 كوارتر من الاربعه. فطبعا دي سياسه انا بعتبرها ان هي مهمه لتجاوز الدور
8 وفي دور الأربعة هيستفيد من الناشئين دول في تغطية الجوانب اللي هي ممكن محتاجة تركيز أو محتاجة حاجات اللي فيها شورتج أو فيها نواقص وهو عاوز يكملها بالناشئين. فطبعا الفرصة كويسة جدا كانت امبارح واعتقد ان الفرصة دي هتكمل النهاردة بدليل ان هو دخل عبد الله ناصر في التشكيل النهاردة وعبد الله ناصر برضك من اللعيبة اللي هو تحت 20 سنة الواعدين الصاعدين غير كريم حاتم غير مؤمن طارق خيري غير في ماتشات تانية كان محمد طارق خيري فهو دي سياسته ودي اللي هيستغل الماتش لأنه عارف ان المسألة في فرق وان وان سايد جيم فبالتالي هيستغل الماتشات دي في الدفع بكمية من الناشئين اللي بيعتمد عليهم في أوقات كتيرة حتى في المباريات القوية اللي بتبقى إيكوال جيم بيستفيد منهم وانا اعتقد ان هو برضك هيستمر في نفس السياسه دي النهارده. يمكن زي واحنا بنتكلم دلوقتي يعني يمكن شايفين امامنا دلوقتي عمليات الاحماء خلاص يمكن اقل من 7 دقائق بتفصلنا عن بدء مباراه اليوم جيم 2 طبعا ما بين النادي الاهلي والمصريه الصالات. طبعا زي ما احنا شايفين المشهد قدامنا احماء الفريقين قبل المباراه يمكن ده طبعا بيقام على صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. كابتن سلعوي يمكن عايزين نستعرض بقى مع حضرتك يمكن طبعا يعني اكيد القائمه الخاصه اكيد باللعيبه وايضا الجهاز الفني الخاص بالنادي الاهلي. نبدا بالجهاز الفني للنادي الاهلي الاسباني اوجوست بوش مدير فني احمد الجرحي مدرب عام رامي الدياستي مدرب طارق الغنام مدير اداري للفريق وليد الخراط اداري محمد الشيحي مخطط احمال هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي محمد جاد طبيب الفريق ونادر خزام اخصائي تغذيه علاء لطفي محلل فني محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج حامد الكاس مهمات محمود فهمي تصوير وتقطيع المباريات. القايمة عمرو زهران رقم 0 مؤمن طارق خير 2 عمر عزب 3 إيهاب أمين 4 عمرو الجندي 5 مروان سرحان 6 سيف سمير 8 وكريم حاتم 10 أحمد إسماعيل 21 محمد أبو النصر 23 عبد الله ناصر 34 عمر طارق 55 هما نفس التشكيله بتاعت امبارح بس دخل عبد الله نصر. كابتن طاهر لو طبعا هنستعرض القائمه الخاصه بالجهاز الفني للمصريه للاتصالات وايضا طبعا يعني ترتيب الفرقه او يعني القائمه الخاصه بفرقه المصريه للاتصالات. الجهاز الفني لرجال سله المصريه للاتصالات كابتن اشرف حسن رئيس الجهاز كابتن محمد سليم المدير الفني كابتن طارق محمد مدرب عام كابتن خالد حمدي مدرب كابتن مصطفى صالح مدير اداري كابتن محمد احمد عبد الحميد مدير شؤون اللاعبين كابتن محمد مجدي اداري كابتن وليد ابو النور مخطط احمال الدكتور اسلام جمعه طبيب الفريق الكابتن محمود عبد العزيز جابر احصائي الفريق ماسك الاحصاء علاء سيد مهمات ماسك المهمات. القائمه الخاصه بالفريق القائمه الخاصه برجال سله المصريه اتصالات مروان عاطف 0 رقم 0 وكابتن الفرقه كابتن محمد بسيوني رقم 1 ديوريك سبنسر محترف المحترف الامريكي محمود يسري نمره 4 زياد عشماوي رقم 6 عمر ايهاب رقم 7 سيف الدين قطز رقم 8 علي عمر رقم 10 رامي حجازي رقم 17 عمر عطية رقم 67 أحمد خالد رقم 77 حمد فتحي رقم
99 ده التشكيل بتاع ال 12 اللي هم بتوع المصريه للاتصالات. خلينا نستعرض ايضا يعني لقاءات الاهلي والمصريه للاتصالات هذا الموسم. الحقيقه ان هم اتقابلوا في اكثر من مباراه خلال الموسم طبعا 2022 2023. المصريه طبعا للاتصالات والنادي الاهلي يمكن اول مباراه ليهم في هذا الموسم كانت في بطوله منطقه القاهره، وطبعا المباراه يمكن انتهت طبعا اكيد بنتيجه 77-59 لصالح النادي الاهلي. الجوله الثانيه طبعا من الدور الترتيبي ايضا اتقابلوا، وايضا يعني خلصت المباراه لصالح النادي الاهلي بطبعا نتيجه 85-57. في الجوله التاسعه من دور الترتيبي طبعا يعني يمكن الاهلي ومصريه للاتصالات اتقابلوا مره ثانيه، ويمكن المباراه خلصت بفارق نقاط كبير ايضا بنتيجه 84-44. ويمكن المباراه الاخيره كانت هي المباراه الاولى من ربع نهائي البلاي اوفز طبعا، واللي انتهت امبارح زي ما احنا تابعنا بنتيجه 106-62. طيب خلينا نتكلم كابتن سلعوي، يمكن وجود طبعا المدير الفني اكيد للمصريه للاتصالات محمد سليم صولي، يمكن هو المدرب المساعد لمنتخب المدير الفني لمنتخب مصر طبعا كوتش روي رانا، يمكن اكيد ده بيديله خبره كبيره وثقل كبير طبعا. هيحاول ان هو النهارده يبقى ان جيم، يرجع للجيم، يحاول ان هو يتفادى اخطاء مباراه امس طبعا اللي خلصت بفارق نقاط كبير جدا 44 نقطه. هيحاول اكيد النهارده ان هو يبدا بدايه مختلفه علشان يتفادى فيها الاخطاء اللي حصلت في مباراه الامس. كلامك 100% صح، انا متوقع نفس الكلام اللي انت بتقوليه فعلا، ان هو مدرب كويس بقاله فتره مع الفرقه دي، مساعد مدرب منتخب مصر، لديه خبرات كبيره، اعتقد انه لازم يكون اتفرج على المباراه، شاف اخطاء، هيحاول يعمل على سد الثغرات او الاخطاء او التركيز لعبته، يزيد تركيز لعبته في دفاع مع دفاعات الاهلي. وما اعتقد المباراه مش هتبقى زي بتاعه امبارح، هيبقى فيها شيء من النديه لان هو شاف واتفرج تقريبا. لكن اللي نقدر نقوله ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يفرض اسلوب لعبه، وهيقدر طالما المدرب واللعيبه بتفرض اسلوب اللعب على الخصم انت بتبقى الجيم بالنسبه لك سهل. فاعتقد ان المصريه للاتصالات هتحاول تغير، لكن اعتقد الاهلي هيفرض برضه اسلوب لعبه. كابتن طاهر، اهم المفاتيح اللي حضرتك شايفها طبعا بوجودك امبارح حضرتك وكابتن سلعوي في ارض الملعب، اهم المفاتيح اللي هيحاول النهارده المصريه للاتصالات ان هو يستخدمها علشان يرجع للجيم مره تانية. عندنا سبنسر محترف الحقيقه، يعني ان هو من اهم او يمكن هو اكتر محترف مميز في الدوري المصري موجود في صفوف فريق المصريه للاتصالات. اهم مفاتيح اللعب الموجوده عنده هو طبعا امبارح قدر النادي الاهلي انه يحد شويه من المحترف سبنسر اللي هو بتاع المصريه للاتصالات الى حد كبير، لان هو كان الافرج بتاعه باستمرار ما بيقلش عن ال 20 بوينتس في الماتش، انما امبارح قدر ان هم يوقفوه. فهو بالتالي المصريه للاتصالات هتحاول يعني تلعب بالورقه الرابحه بتاعتها اللي هو المحترف ده، تقدر هيعمل جزء خططي في الهجوم بحيث يفضي الراجل دوه المحترف بحيث ان هو يرجع لمعدله من التهديف، لان زي ما انت شفت امبارح حضرتك ان كان الفرق كبير يعني 44 بونت، فالفرق واسع جدا، ويدل على ان التهديف في مصريه الاتصالات كان قليل نتيجه الدفاع بتاع النادي الاهلي. استاذنك يا كابتن نهر معلش، يعني خلاص يمكن دقيقه بالظبط وتبدا مباراه النادي الاهلي والمصريه للاتصالات، اكيد طبعا هنطلع لمعلقنا المتميز دائما كابتن احمد مناع، ثم نعود مره اخرى طبعا ما بين الشوطين. بنتمنى كل التوفيق النهارده في جيم 2 ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات في طبعا ربع نهائي دوري السوبر للمحترفين.